مرحبا بكم في الفيديو رقم 77 من دروس شيم اورغانيك على قناه دروس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الشرح ديال الكونفيغوراسيون غولاسيف دي اي ال. اذا نعطي واحد الغومارك، كيف ما كتلاحظوا دي اي ال نو اوكان رابور افيك دي يعني ديكستروجر اي ال لي فوجير. هاد الكونفيغوراسيون غولاسيف دي اي ال يعني دي ماجوسكيل و ال ماجوسكيل ما عندهم حتى شي علاقه بهذوك لي دي مينيسكول و ال مينيسكول اللي شرحناهم في البوفوار روتاتوار، لانه ملي تكون البوفوار روتاتوار ديال موليكول كتسمى بوزيتيف كتسمى ديكستروجر، ملي كيكون نيجاتيف كتسمى ليفوجر. ولكن هاد ديكستروجر و ليفوجر كنكتبوا الحرف الاول من ديكستروجر اللي هو دي والحرف الاول من ليفوجر هو ال، ولكن كنكتبهم بمينيسكول. هاد دي و ال بالنسبه للكونفيغوراسيون غولاسيف ما عندهم حتى شي علاقه بالنسبه للدي و دي مينيسكول و ال مينيسكول بالنسبه بالنسبه للبوفوار روتاتوار ملي كيكون بوزيتيف و نيجاتيف. اذا الى هنا ينتهي الفيديو، انتقلوا للفيديو التالي اللي لقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو.